لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا، لا يتيمم. وكذلك لو أصابت بدنه نجاسة، رجله أو يده أو ساقه أو ذراعه أصابه نجاسة وهو في البر وليس عنده ماء يغسله وأراد أن يصلي، فهل يتيمم؟ لا، لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط. أما النجاسة فلا يتيمم لها، لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذاك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها، والله أعلم.